ارجع تاني الموضوع بتاع المياه جبريل، موضوع حساس قوي لان احنا ما عندناش مياه كتير، ما عندناش ايه، لكن تقول لي النهارده في ابار موجوده هتلاقيني جنب منك واعمل، اقدر اوصل لك المياه هتلاقيني جنب منك واعمل لو في مياه. خلاص يا جبريل، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيادة الرئيس، أرحب بحضرتك. أنا الشيخ محمد عبد الله الحبوني، شيخ قبيلة حبون، ونتشرف بسيادتك يا فندم بزيارتك النهاردة لينا، نتشرف بيها. وإحنا عايزين نقول لسيادتك يا فندم أن عايزين الدعم من حضرتك والمساعدة في تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطن في محافظة مطروح، وخاصة يا فندم أن الإجراءات بتطول شوية على بخصوص موضوع التمليك يا فندم. حضرتك التمليك وحيازة الأرض الصحراوية، ونتشرف بحضرتك مرة تانية ونقول لسيادتك بارك الله فيك، وربنا سبحانه وتعالى يجعلك من تقدم إلى تقدم، وحفظ الله مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تفضل سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، مهدي العمدة، أحد عواقل مدينة السلوم. باسم أهالي المنطقة الغربية كلها، احنا بنرحب بسيادتك وبنشكر معاليك على تشريفك لينا بهذه الزيارة التاريخية، واللي بإذن الله هيكون لها مردود بالخير والتنمية في كافة المجالات، مش في مطروح بس، على مستوى الدولة المصرية كلها. احنا أيضا بنشكر سيادتك على كم المشروعات القومية اللي تم تنفيذها في زمن قياسي، بدءا من منفذ السلوم اللي تم تطويره وبقى بشكل حضاري يليق بعظمة مصر وبوابة مصر الغربية. شرقا ميناء جرجوب، بعديه بشوية محطة الطاقة النووية للأغراض السلمية في الضبعة، مدينة العالمين الجديدة، المدينة الإدارية، العاصمة الإدارية الجديدة، القطار الكهربائي اللي بيربط من العين السخنة العالمين لمطروح. المشروعات دي كلها يعني تم تنفيذها في زمن قياسي يحسب لسيادتك. طبعا بمناسبة الطفرة الهائلة اللي حصلت في قطاع الطرق والمواصلات على مستوى الجمهورية، احنا بنطالب سيادتك بضرورة تطوير طريق السلوم مطروح الدولي وصولا الى المنفذ. الطريق ده يا فندم بيعتبر طريق دولي بيربط دول المغرب العربي بالمشرق العربي، ولغايه دلوقتي يعني لم يرقى لكون الطريق دولي. الانشاءات فيه بتتم ببطء من يعني من 2018 لغايه دلوقتي ما تمش تطويره لغايه دلوقتي. احنا عايزين نشوفه زي المحاور اللي اتعملت في كافه ارجاء المحافظات الثانيه. احنا داعمين لسيادتك وبنقول لسيادتك ربنا يوفقك وكل سنه ومعاليك طيب ومن تقدم لتقدم، ومتشكرين جدا لسيادتك. لا استنى، قبل ما تستنى بس استنى. ايوه يا فندم، انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. انا قلت في بدايه الكلام واحنا بنتكلم دلوقتي ان الطريق اللي احنا بنتكلم فيه من اسكندريه لغايه هنا احنا بنتكلم في حوالي 700-800 كيلو. 700-800 كيلو، خلي بالك. تمام. اتعملوا ايه؟ 3 و3 ولا 4 و4 ولا 5 و5 ولا 8 و8؟ لغاية ما تروح هيبقوا 8 و8 لغاية دلوقتي. تمام. خلي بالك. طيب من ما تروح لغاية المنفذ زي ما انت طلبت كده، ده مخطط يتعمل، تفتكر يتكلف كام؟ اكيد مبالغ كبيرة. كام؟ مليارات. صحيح. متخطط انه يتعمل وفي خلال السنوات القادمة طبعا. طبعا. بس انا هقول لك على حاجه قلتها للمحافظ دلوقتي. قلت له لو انا عايز اوضب الطريق بتاع مدينه السلوم تحت انت عندك مشكله، لان احنا ما كانش فيه تخطيط عمراني مظبوط للمباني، فانتوا بانيين، او اسف، الطريق موجود يا دوبك على حافه البحر تحت. انا بتكلم على تحت داخل المدينه. في المدينه. لكن احنا، انا بوريك بس ان الموضوع مش متساب، وان كل حاجه محطوطه في الاعتبار. الطريق اللي انت بتتكلم عليه ده ضروره
ضرورة اقتصادية كبيرة جدا، مش مطلب فقط لكم. لازم نعمله. ليه؟ لأن احنا زي ما انت بتتكلم على ان جرجوب ميناء بحري دولي كبير، لابد يكون في ربط للميناء ده بين الميناء البحري ده اللي هو جرجوب، سواء مع في الشرق في اتجاه اسكندرية او في اتجاه الغرب في اتجاه السلوم. فاحنا يعني لو انت تنتبه للفكرة اللي انا بتكلم فيها، هتلاقينا ان احنا ايه، ما احنا شغالين، خلصنا الضبعة، لغاية الضبعة السنة اللي فاتت، صح كده؟ صحيح. طب في قد ايه وقت؟ زمن قياسي. زمن قياسي. طب النهاردة اللي بيتعمل ووصلنا المطروح اكتر من 140 كيلو تقريبا من الضبعة لغاية مطروح، مش كده؟ بالظبط. مش كده 140 كيلو؟ بالظبط. طيب من مطروح للسلوم 280 كيلو، صح كده؟ صحيح. طيب يبقى انا النهاردة المفروض ان احنا الطريق الرئيسي تقريبا قربنا نخلصه بين الضبعة المطروح، وفضل طريق الخدمة اللي بيتعمل عشان بس فيه شوية مرافق مية وكلام من هذا القبيل لازم تتظبط عشان نكمل طريق الخدمة ده من الضبعة لغاية مطروح. طب بعد كده هيبقى من مطروح لفين؟ لغاية السلوم والمنفذ. لغاية السلوم مرة واحدة. 280 كيلو كم مرة واحدة؟ كم حارة زي اللي انت شفته في الضبعة، وزي اللي انت شفته في مطروح، وزي اللي انت شفته في اسكندريه. تمام. ده متخطط بالمناسبه، يعني ده مش مطلب بقول لك هنعمله لك، لا. تمام. احنا مخططين نعمله، بس خلي بالك يعني واحنا شغالين الطريق ده يكلف اكتر. الحته دي اللي هي من السلوم لمطروح تكلف اكتر من 15 مليار جنيه. تكلف كم؟ 15 مليار. أكتر من 15 مليار جنيه. الدنيا التكلفة زادت. أكيد. التكلفة زادت. أكيد. طب إحنا مخططين نعمله وإن شاء الله نخلص مطروح خلال هذا العام، إن شاء الله نخش على ربنا يوفقك يا سيادة الرئيس. اللهم أمين. إن شاء الله هيكمل بوجود بدعواتكم الطيبة، كل حاجة تبقى كويسة. معك يا سيادة الرئيس، ودعمين لسيادتك لاستكمال مسيرة البناء وتنمية في ربوع جميع محافظات الجمهورية. إن شاء الله. شكرا يا سيادة الرئيس. إن شاء الله. تفضل.